النقطة الإخوان شاروا لها اللي هي ديال الرجاء يسحب بلاغا يتعلق بالانفصال عن فيلموتس. داكو كنعرفوا واحد القضية بأنه هذا الموضوع هذا عنده علاقة بسميتو بتطور الأحداث فيما يخص العلاقة مع فيلموتس. فكنعرفوا مؤخرا بأنه فريق الرجاء البيضاوي صيفط رسالة للمدرب العنوان ديالو تيخبروه بانه فريق الرجاء البيضاوي قرر ينفصل عليه لانه هو ما قامش بالمهام ديالو في الاشراف على فريق الرجاء البيضاوي. وهذا مستجد، حاجه جديده في الملف، بمعنى ربما ان هناك واحد التوجه، واحد استراتيجيه باش يكاليو فيلموس، لان فيلموس باينه من وصله مع هذا الشيء، عارف بانه المفاوضات الحبيه ما نجحتش، السيد بغي فلوسه، بغي مده العقد كامله، وبغي بغي 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 الويلي الرجاء يديها، بغي ينتقم منا علاش فصلاته. داك حيت باينه، حيت الرجاء ملي كدير عون مفوض قضائي وكيمشي للوزيس كيعين بان فيلموس ما جاش وكيمشي لدارو كذا، معنى هذا طولت الاحداث ولا كلام اخر. اذا بالنتيجه اش كيوقع؟ هو انه واحد النقطه ما كانتش في صالح الرجاء، ان الرجاء كانت دارت واحد البلاغ في الموقع الرسمي ديالها كتقول بانها راه فريق الرجاء البيضاوي انفصل عن المدرب، سميت اقال المدرب وانه يتمنى له حظا. هذا البلاغ هو يعني ماشي في صالح الرجاء، وربما كان دار هذاك البلاغ قبل ما دار هذه المعاينه، قبل ما دار هذه المعاينه عن طريق المفوض القضائي، وهذا التبليغ عن طريق المفوض القضائي. ربما الرجاء كانت زربات دارت انفصال على شي بحال تفكوا معاه، هما باقي ما تفكوش معاه، باقي معاه في المفاوضات. ربما دابا بغاو يراجعوا او يتراجعوا على ذاك الخطا، بغاو انه ربما انه دابا يدوروا ليه انه الفاطه راه منه هو، ولا المشكل منه هو، ولا حنا بناء على ذاك الشيء راه حنا كنفسخوا معاه. يعني تقريبا بحال كتقول نفس الطريقه اللي دارت مع بن حليم. يعني بن حليم سموه ان دار فوتوغراف، انه خرج كيصرب اسرار ديال المفاوضات مع الفريق وكذا الى اخره، داو ليه فوتوغراف بوغ لي فانسي، وفينموس داو ليه بلاصتي، داو ليه كذلك نوع من انواع ديال الخطا الجسيم اللي هو عدم الالتحاق والاشراف على تدريب الفريق. فعلى كل حال كيبقى المكتب راه تبارك الله فيه رجال القانون اللي هما كيعرفوا واش كيديروا، اللي هما على بال غادي يقدروا يلقاو الحل منين يدوزوا منين كذا. حنا اللي خفنا هو انه السيد يمشي لا فيفا، ولا مشى لا فيفا غادي يكون غيكون واحد الملف اللي هو غيزيد يراكم الديون ديال الرجاء، وغادي نعيشوا نفس المأساة اللي كنا كنعيشوها من قبل. ففي اطار الشفافيه وفي اطار الوضوح وفي اطار الحق في المعلومه، لان هنا حنا صيفطنا كمحبين، حنا ماشي من الصحافه، حنا كمحبين من حقنا ان تكون عندنا واحد المعلومه، ولكن ماشي في اطار الدستوري اللي كيقول ذاك الموقع، ماشي في اطار الحق في المعلومه اللي كتنظموا اللي كينظموا القانون 13 31، لا، في اطار غير يعني كما تيقولوا العائله الرجاويه والانتماء، وحقنا اننا حنا كجمهور كننتميو لهذا الفريق وكنشجعوا هذا الفريق، اننا من حقنا كذلك نعرفوا الاخبار ديالو للاطمئنان على الفريق، ليس الا وليس للتشويش كما كيديروا بعض المنابر. فكنتمنى انه يخرجوا ويوضحوا للناس العقد بالتفاصيل ديالو وهل اللي فيه، راه ما عندنا ما نخبيو، ماشي اسرار عسكريه هذه، راه ما عندنا ما نخبيو في هذا الشيء اللي كاين في العقد، وراه حنا درنا هذا الاجراء لهذه الاسباب، ماشي باش ما يبقاش هذا الغموض. لان علاش دابا انا كناخذ هذا الخبر الدنيا هاني كنغمض عيني، ولكن كاين ناس اخرين اللي خدمتهم غير هذا الشيء مقابلين غير التشويش والتبرزيط. كاين اللي ما عندوش مع المكتب الحالي باغي يدق تقول راه كينوض كيستغل هذا الخبر، واه عباد الله وفي الموت وغادي يدير لنا، وراه مشاو كيخربقوا، علاش دار هكا، علاش مشاو ليه، علاش داروا في المفوض. هادو وحدين، كاينين وحدين اللي هما كانوا معاشين مع المكتب والناس كيعرفوهم، تحبس عليهم داك الشيء ما بقاش، دونك راه كيعانيو دابا، دونك راه غيستغلوا هذا الحدث هو لانه ضد المكتب غيخرجوا يدقدقوا. كاين الصحافه اللي هي كدير المتابعه قضايا ومشاكل الرجاء كتستغلهم، حتى هما غيستغل هذا الشيء كله، راه ما كيساعدش الفريق، لانه هذا الشيء كيخلق واحد المناخ امبوازوني، واحد المناخ اللي هو غير سليم، وهذا الشيء ما كيشجعش حتى اللاعبين يكونوا مرتاحين، لان اللعابه محتاجين لواحد الجو اللي هو سليم. وما نساوش داك الشيء كيأثر حتى على مستقبل الفرقه، حتى اي مدرب او اي لاعب في المستقبل كنفكروا ان نجيبوا نعزوا به الفرقه، راه ما غاديش يزعم، لانه كيشوف الفرقه كتعيش في اجواء ديال المشاكل،
ديما مشكل خرج من مشكل دخل في مشكل. وكنت انا كنت اقترحت على الرئيس انه يدير لنا ما يعرف بمنبر صحفي، واحد القناه الكترونيه ولا قناه في يوتيوب، وتكون كتواصل مع الجماهير. المهمه ديالتها تكون كتحارب الاشاعه. اي واحد غادي يخرج يدقوني من هنا ندقو انا من جهه اخرى، ما نخليش ليه فرصه فين يتنفس، ما نخليش ليه فرصه فين يدير متابعه على ضغطي. خرجوا هذوك يهضروا اليوم في الليل، كتشوف المنابر الصحفيه كاين الراجل ضروري تلقى الراجل في شي منبر، ما يعيشوش بلا بها. وكنتحداهم واش يقدروا يعيشوا، انا كنتحداهم واش يقدروا يانيميو شي موضوع من المشاكل ديال الكره المغربيه او مشاكل المنتخب وينجحوا فيها، يجيبوا ناس ويناقشوا بموضوعيه. كنتحداهم. علاش؟ علاش؟ لانهم هما عودوا الجمهور المغربي انه يمشي للصحافه ديال السكوندال ولفها. دابا الجمهور كتلقى واخا دير لي موضوع جاد حتى واحد ما يتابع، غتابعوا 3000 4000، ولكن ملي كدير لهم الرجاء كتلقى المتابعه 10000 12000 15000. علاش؟ لان الجمهور ولفته هو ثقافه السكوندال وصحافه السكوندال. فين يكون شي مشكل وشي حاجه معقده كيبغي يتبعها، لان مرضوا الجمهور، مرضوا زرعوا فيه الفيز ديال المشاكل. الجمهور ما بقاش باغي المشاكل الجديه، ما بقاش باغي المعالجه والمناقشه الموضوعيه والعلميه، ما بقاش باغي المواضيع اللي غتساعد الفريق او غتساعد المنتخب، ما بقاوش باغيين هذه النوعيه من الصحافه. هذا توجيههم وهذه تربيتهم، هما اللي ربوا الراي العام على الطريق. لهذا كنتمنى بانه فريق الرجاء البيضاوي يكون هذا الوعي عند الناس المسيرين، انهم يخلقوا منبر صحفي اللي يهرس هذا التوجه. لان التوجه هذا ماشي كيهرس غير الجماهير الرجاء، كيهرس الجماهير المغربيه والوعي الجماعي والراي العام. كيحرضوا على الطريق السوي وكيعلموا ديك الثقافه ديال الاشاعه والتخربيق والمشاكل وكذا. الوغ كو عندنا حلول، عندنا اي مشكل عنده حل، ولكن نخرجوا نتواصلوا مع الجمهور ونخلقوا التواصل والاتصال مع الجمهور، وندير واحد المنبر اللي كيهرس دوك الاشاعات بصح وصحيح، ماشي غير بوعود ديال الرئيس، خاص يكون داكشي على ارض الواقع. كنتمنى انه والرجاء غتكون رابحه بزاف الى دارت هذه الطريقه، غتكون رابحه بزاف، ويبان لك واحد التغير كبير في الراي العام. وحتى الجمهور، حتى الجمهور كيبان لك هذاك الضغط اللي كيدير على الفريق في مواقع التواصل غادي يخف. علاش؟ لان اكثريه هذاك الضغط سببه هو عدم وصول المعلومه للجمهور. الجمهور كيبقى ضحيه لوحوش تدعي العمل الاعلامي تمارس عليه مختلف انواع التدجين، مختلف انواع يعني شنقول مختلف انواع النصب، هذا النصب والكذب والبهتان.